السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم باشمهندس حسام فخر. هنتكلم النهاردة عن الألجوريزم النيبي بايس. فكرة البايس عامة أو القانون بتاعه، بروبيتي للواي تقول الإكس بتساوي إيه؟ بروبيتي للعكس، الإكس تقول للواي، مضروبة في البروبيتي للواي للأولى على بروبيتي للإكس اللي هي إيه؟ التانية. تمام؟ فيا دوبك إحنا بنعكس القانونين، يعني بنحسب بروبيتي، نجيب هنا الإكس، نجيب هنا الواي، تمام، ده اللي هو الجزء الاولاني اهوت، تمام، والبروبابيلتي للواي اللي هو البروبابيلتي الاولانيه، تمام، ونجيب البروبابيلتي للثانيه اللي هو الاكس، تمام. دي ده القانون بتاعنا. اكزامبل بسيط كده، احنا بنعمل ايه؟ بنجيب بروبابيلتي للماشين الاولانيه بتطلع كام مفك مثلا، تمام، والبروبابيلتي للماشين الثانيه، تمام. دي الفكره بتاعتها، دي بتطلع هي ام واحد اللي هو المشين الاولانيه، واثنين بتطلع ايه؟ مشين اثنين، تمام. دي لو رميناهم على بعض عايزين نبدا نصنف، نيجي لما نحط مفك جديد نشوف هو بروبيتي لنسبه ان هو يكون يس قد ايه، بروبيتي لنسبه ان هو يكون نو قد ايه، تمام، ونشوف انهي فيهم بروبيتي الاعلى، ونبدا نقول ان هو لا تبع الكلاس ايه اللي هو البروبيتي بتاعته اعلى، تمام. لو جينا قال لك ان عايزين بروبيتي للديفكت اللي هو الخلل اللي عندنا بالنسبة للماشين التانية، تمام، قال لك نسبتها قد ايه، تمام، قال لك الماشين الأولانية بتطلع 30 مفك في الساعة الواحدة، تمام، والماشين التانية بتطلع 20 مفك في الساعة الواحدة، تمام. فلو جبنا بروبابيلتي للماشين الأولانية، هنقول بروبابيلتي للام 1 مثلا هتساوي ايه؟ 30 على مجموع المفكات كلها اللي هو 30 زائد 20 اللي هي 50، تمام. طب بروبابيلتي للماشين التانية هتبقى 20 على مجموع المفكات كلها اللي هي ايه؟ 50، تمام. قال لك ان الواحد في المية ديفكتيف، اللي هو 1% بيحصل فيه خلل، يبقى البروبابيلتي للخلل اللي عندنا اللي هو الديفكت هتساوي ايه؟ 1 من 100، لو 1 على 100 او اللي هو 1%، تمام، اللي هو 1% ايه في المية، تمام كده. قال لك ان هي سي زد 50% كيم فروم ماشين 1، يعني ايه الديفكت ده، تمام، بيجي بايه؟ بيجي من ان الماشين الاولانيه ام 1 بيحصل لها ديفكت بنسبه كام؟ 50%، برضه نفس الموضوع، اند كيم من الماشين الثانيه بيحصل لها ديفكت بنسبة 50%، يبقى برضه نفس الموضوع، نفس ده، بس هنا هتبقى بدل ما ام 1 تبقى ام 2 بيحصل لها برضه ايه؟ 50%، تمام؟ اهيت. يبقى البروبابيلتي للماشين الاولانيه 30 على 50 اللي هو عدد المفكات اللي بتظهر في الساعه الواحده بالنسبه للتوتال كله اللي هو 50، تمام؟ طب الماشين الثانيه نفس الموضوع، طب الديفكت قلنا ان هي البروبابيلتي اللي بتحصل عنده 1%، البروبابيلتي اللي بتحصل للماشين الاولانيه اللي تقول لي تأثر أو اللي تؤدي إلى الديفكت 50%، والماشين التاني نفس الموضوع. لو جينا للقانون بي، هو عايز يجيب بي ديفكت، قلنا إن تبقى إيه؟ بي، تمام؟ للماشين التانية اللي إحنا قلنا بقى هنعكس تقول إلى الديفكت، اللي أنا هناخده اختصار دي، تمام؟ في البروبابيلتي للأولاني اللي هو البي اللي هو إيه؟ ديفكت، اللي هو إيه؟ الدي مثلا، تمام؟ على البروبابيلتي للتاني، البروبابيلتي للماشين التانية. تيجي نعوض من القيم اللي إحنا طلعناها تحت، probability للماشين التانية تقول لي دي هي الماشين التانية تقول لي يبقى 50%، تمام كده، مضروبة في كام؟ في probability دي اللي هو 1% على الماشين، probability للماشين التانية اللي هي كانت 20 على 50، تمام كده. طب لو قال لك ان عايزين بي ديفكتس للماشين الاولانيه، هنشيل بدل ما هي كانت، يعني هي هتبقى نفس القيم، هتبقى بس ان احنا مغيرين ال 50%، يعني لو جينا ابنها هتبقى 50% برضو، فاهم ان احنا ان ايه الماشين الاولانيه الديفكت ايه 50% مضروب في البروبابيلتي الديفكت اللي برضو اللي هي 1% على بروبابيلتي بقى ايه للماشين الاولانيه، تمام، دي هتبقى ايه 1 اللي هي بالنسبه لي 30 على ال 50، واطلع ايه النتيجه. ده بالنسبة ده قانون البايز نفسه اللي هو ايه ده، تمام كده يا شباب. طب دلوقتي انا عندي اكتر من فيوتشر، لان الداتا سيت اللي بتبقى داخلها ما بيبقاش فيها هي
كولوم واحد، لا ده في اكتر من كولوم، تمام، في اكتر من عمود عندي، تمام كده. قال لك ان اختصار بدل الاكس دي، بدل ما كنا بنعتبرها ان هي واحده بس اللي اكس واحد مثلا كده، او اللي هو فيوتشر واحد، لا انا هعتبرها اتش واحد، اكس واحد اتنين تلاته ولحد العدد الداتا ايه اللي هو الفيوتشر اللي عندنا، تمام كده يا شباب. بالنسبه للكلاس بتاعنا اللي هو ده اللي يعتبر زي الاوتبوت بتاعنا، تمام كده. قال لك ان انا هعمل ايه؟ اه الاكس بتاعتي عدد الفيوتشر اللي عندنا، بروبريتي للاكس تقول للواي للسي قصدي، تمام، بروبريتي الاكس 1 اكس 2 3 هتبقى عباره عن ايه؟ بروبريتي الاكس 1 للسي مضروبه في البروبريتي الثانيه الاكس 2 لكذا 3 وهكذا، نفس الموضوع هنمشي بنفس الريتم، يعني لو في اكس 4 تبقى بروبريتي الاكس 4 تقول للسي وهكذا، تمام كده يا شباب. انجر ايه؟ اه على حسب عد على العدد، بدل ما ايه دي كانت واي اللي ايه عمليه ضرب، تمام، بروبريتي الاكس يعني دي هتتفك كانها ايه نفس القانون ده بالظبط، تمام، على حسب عدد ال n عندنا لو عدد الفيتشر، بضربه في البروبابيلتي بتاعت السي اللي هو الكلاس نفسه، تمام، والارج ماكس عشان اشوف لو انهي فيهم القيمه الاعلى وابدا اخد الكلاس، لو الصفر قيمته اعلى يبقى هصعد، يبقى الناتج كلاس صفر، لو الكلاس واحد يبقى كلاس واحد ايه ايه لو نسبته اعلى يبقى هو كلاس ايه واحد. ناخد اكزامبل كاننا في داتا حقيقيه ونبدا ايه نشوف عليها، تمام، دي الداتا بتاعتنا اهي، تمام، هنصنف عن طريق البلاي جولف اللي هو ايه، يا اما يس يا اما ايه نو، تمام، ودي الداتا اهي. اول خطوه نعمل ايه؟ هنقسم او هناخد الداتا اللي هي الكلاس بتاعها نول لوحده واللي هو كلاس يس لوحده، تمام، هنقسمها اول، دي اول خطوه بعملها عشان اسهل عليها عمليه ايه الداتا يعني او البروبريتي اللي احنا بنجيبها، تمام. يبقى كده كام نعد كام واحده نو كده، واحد واحد اتنين تلاته اربعه ايه خمسه، تمام. اما كده النو ايكوال 5، تمام كده. طب اليس ايكوال كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 ايه 9، يبقى اليس 9. فلو فكرنا نجيب بروبابيلتي النو هتبقى 5 على مجموع الاثنين اللي هو ب 14، طب والثانيه 9 على 14، ده بروبابيلتي ايه؟ بروبابيلتي للنو وبروبابيلتي لليس، تمام كده. انا قطعت هنا النو اهو، اتقال لك 1 2 3 4 5 اللي هو 5 على 14 اللي هو probability للنو. طب نيجي لليس اهو نفس الموضوع، 9 2 4 6 7 8 9 اللي هو 9 على 14، ده ايه اللي هو probability، تمام كده يا شباب. دي اول كده خطوه اللي بعملها ليه؟ عشان بس لما اجي اطلع القيم من الجدول تبقى ايه بكل بساطه سهله. نيجي للخطوه اللي بعدها، قال لك ايه؟ دي بروبريتي اليس 4 9 وبروبريتي النوع ايه 5 9. اول حاجه هنشوف ايه العمود الاوت لوك، احط هنا اسم العمود، تمام، بعد كده اشوف العمود اللي عندي هو فيه كام يونيك نمبر، قال لك كده واحد يونيك، الصاني ده 2 اهوت، الاوفر كاست 3، تمام، ليرني قصدي لا الاوفر كاست دي معلش هي قلناها مره اهيت، الاوفر كاست قلناها مره اللي هي بواحد، ونرن ايه؟ ايه ثلاثه، يبقى كده كل ثلاثه نصوص، يبقى كده احنا عندنا ثلاثه، نروح نعمل هنا ايه؟ نكتب اسمهم صاني اوفر كاست لينلي، تمام؟ كده ايه الكلاسات اللي عندنا؟ تمام كده مفيش حاجه ثانيه خلاص. نيجي نعمل ايه؟ نشوف الاوت بوت بتاعنا اللي هو كان العمود بلاي جولف كان عباره عن ايه؟ يس ونو، يبقى خلاص هنحط هنا يس ونو، ونشوف بقى تكرار كل كلمه من دي عندنا في العمود اللي هو اليس قد ايه؟ والعمود اللي هو نو قد ايه؟ نيجي نروح عند العمود اللي هو يس صاني بالنسبه لليس، تمام؟ اه انا بدل الاول ما كنت بروح هنا اشوف ان هو اوراني ده عند النو مره النو اتنين لا مرتين لا كده انا هتلخبط، فانا هعمل ايه؟ هاجي عند اليس اهوت هشوف ايه الصني مكرره كام مره؟ الصني كده قال لك واحد اتنين تلاته، يعني كده واحد هي اتنين ايه تلاته، تمام كده عرفنا ان هي مكرره 3 مرات، هنروح نكتب ايه؟ تلاته، هنشوف الاوفر كاست مكرره كام مره؟ عند ايه؟ انا كل ده بشوف عند اليس، فاكر احنا بنشوف عند اليس، تمام؟ هنيجي نشوف اهو الاوفر كاست قال لك كده واحد اتنين تلاته اربعه، نكتب ايه؟ اربعه. طب الرينلي هنيجي نشوف برضو ايه؟ واحد اتنين مكرره ايه؟ مرتين. ده شفناه عند اليس، نروح نشوفها عند النو، الصني مكرره كام مره؟ الصني قال لك ايه؟ اتنين، والرينلي تلاته. هل نيجي عند الصني باتنين
وريني لي الثلاثه. هل متكرر الاوفر كاست حاجه؟ لا كانش متكرر، يبقى بصفر. تمام، هنروح نعمل ايه؟ نيجي نشوف بقى ده الفريكوانسي بتاعنا. اما باك هيل تيبل دي ايه؟ لو احنا بنقسم على البروبابيلتي، العدد اللي عندنا كام كلمه يس كام كلمه نو، اللي هو بنجيب بروبابيلتي نفسها، بنجيب بروبابيلتي للصن في العمود اوت لوك بس بالنسبه لليس. تمام كده، خلاص هنقسم بقى ايه؟ خلاص احنا عرفنا، او بمعنى ادق انا بعمل ايه؟ بشوف ان انا عدد الكراسات اللي عندي يس 9، جاي كاتب كل العمود ده نقسم على 9. طب والنوع قد ايه؟ 5. بنقسم كل العمود ده على 5. انا مش ممكن اعمل التيبل ده لوحده، مش لازم اعمل ده لوحده وده لوحده، لا انا ممكن اجي كاتب 3 على طول، من على طول كده على 9. تمام، 2 على 5 على طول مره واحده. تمام، هنكرر نفس العمليه اللي احنا عملناها، نيجي للعمود ده. تمام، بالنسبه لايه؟ نشوف كام عندنا العمود ده اهوت. تمام، في ايه؟ في هاي هاي ونورمال ونورمال، ايه كلها؟ طيب يبقى هاي ونورمال صح كده؟ نيجي هاي ونورمال. المفروض ان احنا نروح نجيبهم من الداتا هنا، يعني نشوف العمود ده في ايه؟ في هاي ونورمال. تمام، مفيش حاجه غيره. تمام، لو نروح نحط في العمود ده ايه؟ هاي ونورمال. تمام، نشوف بقى نسبه تكرار الهاي في عمود اليس قد ايه؟ في اليس هاي قال لك 1 2 ايه 3، يبقى كده 3، والباقي 6 لان مجموعهم 9 كده. تمام، عشان عدد اليس 9. نيجي نشوف الهاي في النو، قال لك 1 2 3 4 وواحده نورمال، يبقى كده 4 وواحده نورمال. نروح نقسم ده على 9 وده على 9 وده على 5 وده على 5. تمام، نفس الموضوع. نشوف التيمب، شوف عمود التيمب. تمام، في ايه هنا؟ في هوت ميلت وكول. في حاجه تانية؟ لا مفيش. نروح نحط ايه؟ الهوت والميلد والكول. نشوف برضه تكرار كلمه يس هنا في الهوت، قال لك ان هنا نهوت 2. تمام، الكول 3 والميلد 4، الهوت 1 2 والميلد كان 4 والكول 3. نقسم ايه على طول هنا على 9. تمام، اللي هو 9 9 9. ونشوف نفس الموضوع انه لحد ما تعمل كل الاعمده اللي عندك. تمام، هتيجي في الاخر هتلاقي عندك التيبل ده انه نسبه كل واحد فيهم. تمام، عايزين بقى نجيب بروبابيلتي، اهي نجيب بروبابيلتي لليس بالنسبه للفيوتشر اللي عندنا. هو يس العمليه اللي عندنا هي يس بنسبه قد ايه؟ تمام، وبروبابيلتي النو بنسبه قد ايه؟ يعني انا هجيب بروبابيلتي ان هو يكون يس، يس العدد اللي عامل يس بقد ايه، بروبابيلتي النو قد ايه. قال لك ان الداتا اللي عندي اعمل لها تيست مني. تمام، كول هاي ترو. طب بالنسبه للبلو جولف هتبقى يس ولا نو؟ نيجي نشوف. تمام، فك القانون ده هتبقى ايه؟ عباره عن بروبابيلتي للنيل لكل فيوتشر عندنا بالنسبه لليس، بروبابيلتي للكول بالنسبه لليس، للهاي لليس. الرينلي اللي هو الكول اهو، الهاي اهو، تمام، الترو اهو، مضروبه في بروبابيلتي لليس عشان احنا بنجيب بالنسبه لليس. تمام، وهنا نفس الموضوع، هنيجي نشوف بروبابيلتي رينلي لليس، نيجي نجيبها من العمود ده، العمود اللي هو ايه؟ الاوتلوك صح كده؟ نروح نشوف الرينلي الاوتلوك رينلي بالنسبه لليس 2 على 9، نحط 2 على 9. طب الكول لليس في عمود التيمب، عند عمود التيمب كول بالنسبه لليس 3 على 9، 3 على 9. تمام، نيجي نشوف العمود هوم ديبلي بالنسبه للهاي عند اليس، نيجي نشوف، نحذف المحل ده عشان تبقى واضحه. عند اليس 3 على 9 برضه، وال3 على 9. طب بالنسبه للهاي لليس عند الويندي، احنا ايه؟ هاي عند اليس عند الوين. تمام، هاي تم شنو هي هاي للدم هنا تم. احنا المفروض كان كنا نجيب التم الاول بتاع هاي بالنسبة لليس. دي كل دي تاهم ده عند الهاي، الهاي معلش، دي المفروض 3 على 9، اما التانية كانت عند الكول، معلش كاتب كول اهوت.
تمام، دي كانت برضه 3 على 9، والتانية برضه كانت 3 على 9، نفس الفكرة يعني. تمام، إيه وهنا بروبريتي الترو لليس عند الويندي. تمام، ترو عند برضه 3 على 9. تمام، 3 على 9، والاخر بروبريتي لليس، اليس اللي احنا بتاعنا كام؟ اه بروبريتي لليس كان 9 14، هنضرب في 9 14 ويطلع لنا ايه الناتج. تمام، هنا نفس الموضوع، هنجيبه بالنسبة للنوم نفس العمود، موت هنا دي مع دي، تمام، وده مع ده، ودي مع دي، والاخر نضرب في بروبابيلتي النو هيطلع لك ايه؟ نسبة. هتروح تشوف برضه نفس الموضوع، نيرلي نو الاوت لوك، هتروح الاوت لوك نيرلي بس بالنسبه للنو، يبقى 3 على 5، وهنا كانت هاي هتبقى 4 على 5، وهنا كانت هي، تمام، وهنا ده. فانا ممكن اكتب القانون ده اول ما اجيب الياس بتاعتي اجيب النو اللي جنبها، جبت الياس اللي هنا جبت النو اللي جنبها، جبت الياس اللي هنا او جبت الهاي اللي هنا جبت الايه؟ النو بتاعتها. ونفس الموضوع، تمام كده يا شباب. خلاص انا جبت الاثنين، جبت البروبابيلتي كل واحد فيهم ضربت القيمه طلعت لي البروبابيلتي، فانا عايز اجيب بروبابيلتي النسبه للياس والنو. تمام، هتعمل ايه؟ هتاخد ده اللي هو مثلا 5 5 2 9 على مجموع القيمتين دول، ده زائد ده، تمام كده يا شباب، مجموعهم الاثنين يعني هتحط القيمه دي هنا والقيمه دي هنا، وشوف هي كانت نسبه كام، اهي 5.29 تمام على مجموع الاثنين ونتيجه طلعت 8 من 10، يبقى كده الناتج اعلى، يبقى القيمه ايه؟ نو. تمام يا شباب، دي عدد فيوتشر اللي عندنا 4، لو هو اكتر 500 200 هنطلع نفس الجدول على طول. تمام، ده كده الشرح بتاعه ايه؟ ماثيماتيكال. تمام، تبقى انت فاهم ايه حاجه زي دي، لان انت هيجي لك في الامتحان ممكن يقول لك حل لي مساله كذا، تبقى انت فاهم. تمام يا شباب، نيجي للكود بتاع، الكود بتاعه بسيط جدا جدا، خلاص بقى احنا اتعودنا ان الماشين بقت حاجه بسيطه خالص. اول حاجه الايه دي المكاتب، مكتبه خلاص، انا كده الكود ده هيثبت معايا لحد ما اخلص الالجوريزمات الماشين كلها، ويا دوبك ازاي تعمل الالجوريزم نفسه. تمام، دي استدعاء المكتبات، دي قراءه الداتا، هيت دي شكل الداتا. تمام، الاستروك دي الاوت بوت بتاعتنا، تمام، الشيب بتاعها دي كان داتا حجمها دي، انفو هنجيب انفورميشن عندها عشان لو في سترينج ولا حاجه نبدا نحوله. هنا النون فاليو، ما فيش نون فاليو عندنا، دوبلوكيتد ما فيش دوبلوكيتد، بقسم الاكس والواي لوحدها. تمام، بعمل نورماليزيشن بيني ماكس عشان اخلي القيم بين صفر وواحد، وهنا انا بعمل ايه الفاليو كاونت الواي، بعد الواي عندي كل كلاس فيه قد ايه. تمام، وبجيب نورماليز دي بشوف هو نسبه كام، كام لكام. تمام، وبعمل ايه برسم. تمام، قال لك ان الداتا اللي عندنا الكلاس الاولاني 4061، الكلاس الثاني ايه نفس الموضوع 4361، قال لك الايه 5 من 10 5 من 10، يبقى الداتا بالانس. برسم العمود قال لك ان فعلا الاثنين يعتبروا قد بعض بالظبط هما، يبقى كده ايه بص. بعدها انا عايز اقسم الداتا لترين تيست سبليت، قال لك ان انا قد الاكس والواي و2 من 10 اللي هو التيست، وراندوم عشان ناخد نفس الداتا كل مره، وستراتيف واي عشان يقسم الداتا ايه ان كل كلاس واخد نفس العدد. تمام، دي الشيب بتاعتنا الاكس والواي. بعدها انا عايز اجيب بقى ايه الكلام فروم السيكيلر نوت دوت نيفي بايز امبورت حاجه اسمها جوسن ان بي. تمام، هاجي بعدها استدعيه، هقول له ايه جوسن ان بي ايكوال، نيجي نشوف بقى ايه، نحط هنا الموديل بتاعه. تمام، هسميه مثلا ايه اكس، خلاص اه نفس الموضوع دوت فيت اندرسكور ايه دوت فيت، ماشي دي حاجه تانيه. الاكس ايه ترين و الواي ترين، اوكي كده انا عملت له الفيت، كده انا خليته يتدرب على الداتا. لو جيت قلت له ان بي دوت سكور واديته الاكس سكور ترين والواي سكور ترين، هيديني ايه؟ هناخد نفس السطر ده، خلينا عشان تبقى نفس الشكل اللي عندنا تحت اهوت، تمام، من اهوت هديله ايه نفس الفانكشن ده بالظبط. تمام، عشان ايه ان بي اللي هو ده دوت سبور بيجي يطلع الاكيرسي، هناخد نفس الحاجه ديت هكررها تحت، بس ما هي الترين هتبقى للتست. تمام، وهنا هو هتبقى ايه تست، وهنا نفس الموضوع ايه تست.
قال لك ان الاكيوريسي بتاعت الترين 77 والاكيوريسي بتاعت التست 96، يبقى كده ايه الموديل ده مش مطلع اكيوريسي معانا كويسه مع الداتا ايه دي، تمام. فانا بقول له واي اندرسكور ان بي دوت بريدكت بيطلع لي ايه، بدي له اكس تيست بيطلع لي بقى ايه القيم. فانا بقول له الاكتوال داتا الحقيقيه بتاعت الواي الواي ماشي تي المفروض ان الواي هنا بايه هو انا بيه بريت، تمام. قال لك ان الواي تيست الحقيقيه بتاعتي هعرض اول قيمه منها على شيء على اي ليست، والواي بريدكت انا هشوف انا اتنبأت اول خمسه ايه. قال لي اول واحده فعلا ايه اتنبأت غلط، يعني هي كانت المفروض تبقى صفر وانا اتنبأت واحد، طب التانيه صفر وانا اتنبأت صفر، التانيه كانت المفروض واحد وانا اتنبأت صفر، لو واحد ثلاثه صفر وانا اتنبأت ايه واحد، يبقى انا كده غلطت في اتنين هما اكيد نجاح، قصدي اتنين بس هما اللي صح عندي وثلاثه غلط، دي من اول خمسه بس. فكعرض الكونفيشن ماتريكس قال لك ان انا اتنبأت 261 و193 غلط و702 كذا وهنا ايه صح. فاجي اعرض الكونفوليوشن شكل الكونفوليوشن ماتريكس هي نفس الموضوع بس، تمام. قال لك 712 صح 261، المفروض ان هنا يظهر لك برضه ب 797 وهنا 193، تمام. نيجي على ديت الكلاسيفيكيشن ريبورت اللي هي اف 1 سكور وريكول والبوزيشن، قال لي تمام الكلاس الاولاني كذا كلاس، تمام. ده ببساطه ايه الالجوريزم نفسه، تمام كده يا شباب. إيه في اكتر من حاجه تانية، يعني في جوسين ان بي وفي اكتر من حاجه، يعني انا كتبت ان مثلا كده قال لك في حاجه اسمها جوسين بر ولا ديت كومبليمنت كاتيجورال ومالتي نورمال، يعني كاتيجورال ديت لما يكون الداتا اللي عندي اكتر من اتنين كلاس، يعني مش يس ونو بس، لا ممكن يكون اكتر. المالتي ديت يبقى انت كده ممكن يكون عندك اللي هي اكتر، يعني الريزلت بتاعي فيه اكتر دي اكتر من كيما، يعني ممكن يكون عندي مثلا الداتا اللي عندي متصنفه ل مثلا صفر وواحد واثنين وثلاثه، السامبل الاولاني ممكن يكون فعلا هو صفر واثنين في نفس الوقت، اما هنا صفر هنا كانه مفيش. لو بمعنى ده ممكن يكون ايه بصنف الداتا الامراض مثلا القلب ومثلا السرطان وكذا وكذا وكذا، الداتا اللي جايه دي هو عنده قلب وعنده سرطان بس ما عندوش مثلا زهايمر، ما عندوش مثلا ايه شلل مثلا اي حاجه من الحاجات دي، تمام يا شباب. فدي هي دي المالتي نومال، تمام. فالاختلاف هيبقى بسيط قوي، يعني انا مثلا او فكرت ان انا استخدم حاجه كلاس تاني فانا هعمل ايه؟ هاخد مثلا كومبليت ده مثلا هاخد مثلا هنقله هنا بس، انا كده اه رنيت اهوت، ولو جبت اكس تيست نفس الموضوع قال لك ايه نفس الموضوع بس ايه الاكريسي بتاعته ايه وحشه خالص ايه، تمام كده يا شباب. ده كده يعتبر القوانين بتاعتنا كده يعتبر خلصنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.